ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى لنتحدث عن موضوعنا الشيق والمستمر، موضوع محاضر جمع الاستدلالات في أقسام ومراكز الشرطة. توقفنا في اللقاء السابق عند جزئية محرر المحضر. لابد أن يكون أسلوب محرر المحضر هو المدون بالمحضر، بمعنى على سبيل المثال أنا المقدم سين أو صاد أو عين، أيا كان محرر المحضر وأيا كانت رتبتي، لابد أن يكون أسلوبه هو المدون بالمحضر. الجزئية الثانية وهي مهمة جدا، لابد أن يدون بالمحضر أسلوب المبلغ، بمعنى إذا كان المبلغ من الصعيد أو من النوبة أو من البدو أو أيا كانت المحافظة التي ينتمي إليها أو أيا كانت اللغة، لابد أن يدون بالمحضر أسلوب المبلغ، لأن هذا يسهل علينا الكثير والكثير أثناء تحريات المباحث وأثناء اطلاع النيابة العامة، ويسهل الأمور على النيابة العامة لمعرفة هوية الشخص المبلغ وسهولة الوصول إلى الجاني. ولابد أن يراعى في المحضر أسلوب الشاهد، أسلوب المبني عليه، أسلوب المبلغ. كل هذه العوامل تكون عوامل مساعدة لنا في المحضر. لكم مني كل تقدير واحترام، وانتظروني في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى لاستكمال محاضر جمع الاستدلالات في مراكز وأقسام الشرطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.